مرحبا، راح نحضر مع بعض وصفة معكرونة بالكوسة مع بيستو الأفوكادو. أول إشي عنا هون كوسة نية مقطعينها إحنا بهذا الحجم، عنا معكرونة مطاولة من هاي الطويلة، عنا عصير نص ليمونة، معلقتين كبار زيت زيتون، بقدونس 15 جرام مفروم ناعم، تومة معلقة صغيرة مدقوقة منيح، جرجير كم من حبة، ما بدنا نكتر، يعني حوالي 10 15 ورقة. هون عنا معلقة صغيرة من الفلفل، معلقة ملح، معلقة بودرة التومة، ومعلقة بودرة البصل. آخر إشي عنا أفوكادو مقشر ومقطع بهذا الشكل أو أي شكل بدكم إياه، ومنرش عليه شوية حامض عشان ما يسود. هلا أول إشي بناخد شوية معكرونة أكم من حبة معانا. ناخذ الكوسة عنا هون، نحاول نمرق الكوسة بقلب المعكرونة بدون ما طبعا ما نكسر المعكرونة. هيك بصير عنا الكوسة بقلبها مثلا كم من حبة معكرونة. بتقدروا تعملوها بهاي الطريقة انه تدخلوها حبة حبة، وبتقدروا تعملوها هيك انكم تخزقوا الكوسة وتدخلوا المعكرونة هيك. هلا بعد ما جهزنا الكوسة بالمعكرونة رح نحط لها مية سخنة مع شوية ملح، ونسلقها زي ما بنسلق المعكرونة عادة على حد لحد ما تستوي. احنا هون بالفود بروسيسر راح نحط أفوكادو، شوية بقدونس، التومة اللي احنا محضرينها، جرجير، ليمون، زيت الزيتون. آخر إشي راح نضيف البهارات، وراح نخلطهم على البلندر. هيك صارت عنا البيستو جاهزة، راح نحطها بصحن عبين ما تستوي عنا المعكرونة. هلا بعد ما انسلقت عنا المعكرونة سكبناها بالصحن، طبعا بتكون الكوسة كمان استوت كتير منيح، وحطينا جنبها بيستو الأفوكادو اللي حضرناه مع بعض. وصفة زاكية كتير، وللناس النباتيين أكيد رح يحبوها. صحتين وعافية، ما تنسوا تعملوا لنا لايك سبسكرايب وشير.